السائلة راء عين صاد تقول أريد الاستفسار عن صلاة الاستخارة. إيش؟ أريد الاستفسار عن صلاة الاستخارة وعن كيفيتها ووقت الدعاء الوارد في صلاة الاستخارة، مأجورين. نعم، صلاة الاستخارة مسنونة إذا تردد الإنسان في الأمر، لأنه لا يعلم العاقبة فيكون الأمر لله عز وجل. وصفتها أن يصلي الإنسان ركعتين من غير الفريضة، فإذا سلم دعا بدعاء الاستخارة المعروف، ثم إذا قدر له أن يكون الشيء فهذا دليل على أن الله تعالى اختار له أن يكون، وإذا صرف عنه بأي نوع من الصوارف دل على أن الله تعالى اختار له ألا يكون. وأما بعض قول بعض الناس لابد أن يرى الإنسان في الرؤيا أنه اختير له الإقدام أو الترك، فهذا لا أصل له، لكن بمجرد ما يستخير ثم يهيئ له الفعل أو الترك فإن نعلم أن الله تعالى اختار له ما هو خير، لأنه قد سأل ربه أن يختار له ما هو خير. ما هناك علامات فضيلة الشيخ تظهر عنه؟ قد يكون وقد يقول، لكن مجرد ما يهيئ له الفعل فيفعل أو يحال بينه وبينه بموانع وصوارف فلا يفعل، نعلم أن الله اختار له ما هو خير. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ محمد.